قبل لا نطلع من المقامات أتكلم عن تطوير المقامات، هل المقام يقعد على شكل معين ولا يتطور مع الوقت؟ ومين اللي ممكن يطور هذا المقام؟ هي المقامات الموسيقية هي مقامات ثابتة من ذو القدم يعني، إنما الإبداعية هنا تكون في المؤدي، إنه يضيف إلى من خبرته، يضيف من خلال ما سمعه على المقام، مثلا يحب يسوي حليات جديدة ولكن يرجع للمقام، بحيث إنه لا المقام هو أي أغنية أو أي نغم لازم فيه له مقام معين. أنا بتكلم عن المقامات الحجازية هي الوحيدة اللي تحفظ، يعني مش زي المقامات العربية. مثلا أنا لو بدي أسلطن في مقام الرصد، حعزف الآن مقام الرصد، ولو بعد ساعة ساعتين تيجي تقول لي أباك تعزف لي الرصد، ما حعزفه بنفس الأسلوب اللي عزفت لك إياه قبل ساعتين، حسب التهيؤ النفسي، حسب ارتياحي، أنا حصلت فيه بأسلوب آخر. إنما المقامات الحجازية البنجكة من الألف الياء زي ما هي من مئات السنين، الحجاز، يماني الحجاز، الدوكة، الحراب، هذه تحفظ. عشان كذا أنا خايف إنها يعني في ناس يجهلونها، يسمع يعمل لك في مزيج يصير ما بين بعض المقامات الحجاز ويماني حجاز، لأن كلها سلمها واحد اللي هو على حجاز، سلم حجاز صول مثلا، لكن أسلوب طرق هذا المقام أو أداء هذا الموال اللي هو نقول له المجس يختلف في جزيئات الداخلة ما بين الحجاز وماني الحجاز، برضو في الدوكة والحسيني. هنا هذه الأشياء لابد أن توضح، وبعدين كل مقام له أسس أربعة. المقام له ابتداء وهو نسميه المشق، والبحر اللي هي تبحيرة في المقامات، اللي المقامات المجاورة للمقام الأساسي اللي أنت بدأت منه، ثم المحط هو الرجوع إلى المقام، أو إذا حب إنه الفنان أو الصويت عنده راحلة قوية يقول جواب المقام. فكل مقام له أربع صفات، في كل مقام تجد هذه الأربعة، لكن للأسف الآن قلة من يفهم هذا الشيء. هذا أنا أبغى أحافظ عليه بحكم حبي البلد، حبي لتراثنا، وحتى لا يندثر. نحاول نحن إن شاء الله الآن في النهضة الحديثة هذه 2030 إن شاء الله، وبإذن الله في وجود معاهد موسيقية ونهضة ثقافية، إن شاء الله كلنا دور في توثيق هذا الشيء، بس علميا وأكاديميا إن شاء الله. المقامات اللي ذكرناها توا هذه مقامات سعودية؟ لا، هي مقامات موسيقية متعارف عليها في العالم العربي، مثلا الرصد، النهاوند، البيات، الحجاز، لكن المقامات الحجازية هي مقامات عربية لكن مسميات محلية. يعني البنجكة هي سيكا عراق، الحراب هو رصد حراب، رصد نوى، الآن بدي أقول أعزف لي رصد نوى، بس أسلوب عزفي له أو أسلوب الصويت بيقولوا بأسلوب محلي مكي، هذا اللي نسميها مقامات. يعني هي مقامات موجودة لكنها المسميات هي المختلفة. هل مدن عبادي تبنى من الجيل الجديد ورث هذا الموروث؟ في إن شاء الله في شباب مقبلين يعني ومحبين. أنا يعني مر علي كثير من الشباب ما شاء الله، منهم من استهوى الأسلوب العربي، ومنهم استهوى الأسلوب التركي في المدرسة. أنا أتكلم على كعالة القانون وكحفظ على التراث. وجدت كثير شباب ودهم يرجعوا إلى التراث الحجازي، لما شافوا فيه المتعة وفيه لما تعمقوا فيه حسوا بقيمته. لكن أول كانوا يسمعوا كذا، هو سمنا نقدر نقول عليه السهل الممتنع، تسمع تقول بسيط، لكن تجي تعزفه أو تقوله تجد فيه صعوبة، يعني ما هي ما يعني صعب إني أشرح لك إياها. لكن الأساتذة الكبار لما يجوا يمارسوا معانا هذه الأساتذة اللي أنا بتكلم عنها في الدول العربية، يجي بيقول المقام يقول لك هذا مقام يعني صعب أداء، أنا أسمعه كذا سهل لكن في التطبيق صعب، يبغى له تمارين. وفي شباب وجدت عندي شباب إن شاء الله قادمين محافظين، ولكن أنا أطمح في كل الشباب يكون عندهم، بحكم أنك أنت سعودي يا أخي، خلي في إذنك الموسيقى العربية أوكي كمصطلح عام، كمزاج عام، لكن خصوصيتك في مقاماتك الحجازية والسعودية والأولون، مو بس عندنا، عندك يا أخي الهجيني، عندك الأشياء كثيرة يعني لازم نحافظ عليها ونظهرها عشان الأجيال القادمة تكمل الرسالة زي ما نحن كملنا الرسالة بإذن الله من السابقين اللي نحن نهلنا منهم هذه الأشياء. والآن قاعدين نحن بنحاول نوثق هذا الشيء، نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يكون في شباب عندهم الطموح والرغبة في تكملة هذه الرسالة. هل التعليم يحتاج أني أنتمي لمدرسة معينة ولا أساسيات أنا ممكن أدرسها؟ لا، أساسيات الفن واحدة، الأساسيات في تعليمها
واحدة، لكن بعد كذا هناك زي ما تقول التخصص، زي كأنك تدرس دراسة جامعية، تدرس أول شيء معلومات عامة يعني السنوات الأولى الثانية مثلا، بعد كذا أنت شوف ميولك فين تتخصص. فنحن نحتاج إلى هذا الشيء، الدراسة نحتاج إلى أكاديميين أول شيء يثقفوا أبناءنا على العلم الأساسي الأكاديمي، يعني مش زينا أخذناه نحن بالسمع ونضارب ونحارب عشان نحصل على معلومة وبعد كذا يعني يعطيك شيء غلط على أساس أنه يبغى يعني زي ما يقول خلينا نقولها بالعامية زحلقة. لكن لما نكون في تدريس علمي ويكون عندنا أكاديميين ونحن نوثق هذا الشيء أكاديميا، لا شك أنه بعد كذا حتشوف في مدارس متنوعة، مدرسة مدني عبادي هي ما هي مدرسة الأسلوب اللي بيعزف فيها مدني عبادي، مدرسة أسلوب أي آخر يعني من المدارس المتواجدة، بس أهم شيء يكون في عندنا توثيق علمي أكاديمي.